خلال السنوات العشر الاخيره شهدت مصر ملحمه كبيره من العمل التنموي واطلقت العديد من المشروعات القوميه التي حققت نهضه تنمويه غير مسبوقه على مدار السنوات الماضيه. جاء القطاع الزراعي كاحد اهم القطاعات التي ركزت عليها الدوله في سيناء. سيناء ارض الخير والثروات، تكافئ جهود ابنائها الذين يبذلون الجهد والعطاء لتغيير وجهها الى نهضه في كل المجالات. النهضة الزراعية في سيناء خلال السنوات الأخيرة لا تخطئها عين حيث زادت مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة بنسبة 176.7% لتبلغ 285 ألف فدان في عام 2022 مقارنة بنحو 103 ألف فدان في يونيو عام 2014 بينما تصل مساحة مشروع تنمية سيناء إلى 1.1 مليون فدان كما تم إنشاء 18 تجمعا زراعيا بإجمالي 2122 مستفيد بالنسبة لمشروعات إمداد المياه وتطوير منظومة الري فقد تم الانتهاء من تطوير نظم الري في 263 ألف فدان من الأراضي الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث في شمال سيناء والإسماعيلية والسويس بجانب تأهيل وتبطين 100 و48 كيلومتر من الترع في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد كما تم تنفيذ ثلاثة عشر مشروعا لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقة سبعة ملايين متر مكعب يوميا بجانب استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح تسعين ألف فدان تم تسجيل محطة بحر البكر كاكبر محطه معالجه للصرف الزراعي في العالم في موسوعه جينيس للارقام القياسيه كونها تعد مصدرا هاما لمياه الري وحلا فعالا لدعم الزراعه في منطقه سيناء كذلك شملت جهود تطوير سيناء لتصبح مكانا اكثر جاذبيه للعيش والعمل محطات التحليه والمعالجه بما في ذلك محطه المحسمه والتي حصلت على جائزه افضل المشروعات العالميه في عام 2020، هي نهضة كبرى في سيناء، مع إجراءات فعلية للدولة بهدف تعظيم إسهامات القطاع الزراعي وما له من مكاسب في زيادة الكتلة السكانية وتعظيم جهود التنمية.